الدنيا تتعب من تحطنا ببالها، الدنيا تتعب من تحطنا ببالها. انا اول من صرت خيالها، الليل رافقني وترست عيونه نوم، وفرزنت نجماتها من هلالها. الميت تعرفه عزيز من النقاب، والجنازة تبين من الشالها. السلم من اليسرى ما داخل مضيف، من تلوم الناس قال شمالها. شايل براسي حكي من حكي اموت، ناس صعدت بالحكي اللي مو مالها. ما محول يم سلف ما بي كبير، ولا مسولف سالفه يم الزغار، ولا مفن حكايتي وقايل دخيل، ولا مفرع يم عقل مطلوب اثار. اكره الورده، اكره الورده لترافه بعركه عيب، انا احب السيف يا صاحب قرار. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، نرحب بكم أجمل ترحيب بحلقة جديدة من برنامجكم أجل الرزق، اللي يجيكم كل خميس الساعة 9 بالليل عبر شاشة الفرات. حلقة اليوم غير، إيقاعها غير، ناسنا غير، جوائزنا غير. يلا منتظر اتصالاتكم، ما عندنا أحد خسران، الكل ربحان. للمشاركة بالبرنامج ما عليك سوى إرسال اسمك الثلاثي عبر برنامج التليجرام، اكيد على الرقم هذا هذا هذا. يلا عندنا متصل، علي عبد الحسين. الو الو، السلام عليكم. الو، عليكم السلام. شلونك؟ شلون صح استاذ علي؟ بالله حبيبي، شلونك؟ شنو الاخبار؟ الو، السلام عليكم. اوقف استاذ علي، اريد السيلفي، اعطوني السيلفي عيني. بالسيلفي بالمال، ماخذ ياك سيلفي. اول بالسيلفي، شلونك علي؟ علاوي الحمد لله، شلونك انت؟ انا بخير ذاته بخير. من يا محافظه؟ بغداد. بغداد هلا وكل الهلا، قلنا قلب ولسان. وين بغداد؟ علاوي. حبيبي اسمع، وين ببغداد؟ وين ببغداد؟ بغداد حيور. حيور هلا بهالحيور، هلا بجيران جنوب طالب. عراس. يلا جاهز؟ جاهز جاهز. علاوي ايه، اسمعني اسمعني حبيبي. اسمعك اسمع. انت تعرف يعني البرنامج بيه ثلاث اسئله. علي. علي عوف التلفزيون، اسمعني من التليفون حبيبي. ايه تمام. تعرف البرنامج بثلاث مراحل؟ ايه اعرفه، تابعكم. يلا زين الامور. انت قبل ما نفوت بالمسابقه، عندك مشروع ببالك؟ مشاريع، ايه يعني عندي احلام. مشاريع واحلام عندك، زين الامور. الحمد لله. ايراد لك على الدين. يراد لك على الدين مواني. ايه يراد لي. يلا الله يسهل ان شاء الله حبيبي. تامر استاذ تمام، هاي رحت على يساري. يلا علاوي نبلش بالمرحله الاولى ونقول يا الله يا الله. المرحله الاولى عندنا بها سؤالين، قيمه السؤال الواحد 50,000 دينار عراقي. يا الله. السؤال الاول يقول: اكمل البيت الشعر الاتي، كاد المعلم ان يكون رسولا امينا مدير. مدير رسولة. كيف شنو رسولة؟ وداعت امي في السؤال سهل، الاعداد في المسائل وياكم. ده شوف علي، ايه ده شوف. يلا مبروك عليك ال 50,000 دينار عراقي، صار عندك برصيدك 50,000. تمام حبيبي. يلا السؤال الثاني بالمرحلة الأولى يقول: يا الله، أين تقع ساعة القشلة؟ البصرة، بغداد، الموصل. بغداد. بغداد. وين بغداد؟ ميدان متنبي. المتنبي. عفية عليك. صح 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 صح. يلا صار عندك 100,000 دينار عراقي. علي. علي حبيبي.
ايه حبيب على عوف التلفزيون اسمعني من التليفون. ايه سمعت. ترى صارت عركة بذاني من وراك. يلا علي رايحين للمرحلة الثانية، ايضا عندنا بيها سؤالين، لكن قيمة السؤال الواحد 100,000 دينار عراقي، يعني ضعف المرحلة الأولى. تمام؟ على بركة الله. السؤال يقول: في أي متحف يمكن مشاهدة لوحة الموناليزا؟ لوفر، لو شلون؟ اختيارات شنو اختيارات؟ تمام رسالة تمام. يلا لوفر باريس. باريس هاي شنو هاي؟ متأكد؟ ايه صح 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 صح. عفية يا علي، إجابة سريعة وتسجيل دخول قوي، وصار عندك 200,000 دينار عراقي. الله على محمد. اللهم صل على محمد. علي من يمك جاي يساعدك في البيت؟ لا والله انا مو قلت لك معلومه. بس لحظه 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 علي علي علي، احنا ما عندنا مشكله اذا واحد من البيت يساعدك عادي يعني. ايه مو قلت لك شاد الثاني يعني. يلا زين الامور. ايه السؤال يقول ايه علاء انت مين قلت لي؟ بغداد. بغداد حيور. من حيور. تحيه كبيره لكل اهلنا بحيور حبيبي، سلمنا عليهم. وهذا السؤال واقع لعيونهم، صار عندك 300,000 دينار عراقي. مبروك عليك ال 300,000 دينار عراقي، وحياك الله ونورتنا ويا مليون هلا حبيبي. واي باي علاوي. الله ياك في ماذا في ماذا. الى يوم الملتقى استاذ علي ان شاء الله. ان شاء الله. يلا باي باي حبيبي. انا شايفك بالم... يا الله. توم رسالة تمام. الو الو الو. مرحبا. هلا مرحبا. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله. شلون الصحة؟ الحمد لله بخير. اخت زهراء امن. انا ام سجاد. والله والنعم. هلا ام سجاد. هلا باهل الناصرية. هلا وكل الهلا قلنا قلب ولسان. وين بالناصرية؟ الرفاعي. هلا باهل الرفاعي. هلا طول الجيم يا عمي. لا الحمد لله. فانا شارين نتصل عليكم يا بيت. مو والله مو انا على راسي ام سجاد. بس تعرفين احنا هذا البرنامج على اساس بس برمضان وبالعيد. والله بس لانه العالم على راسي. بس لانه العالم ما تقبلين احكي. يلا احكي. هسه اجيتونا صدق. انا يعني صدق يعني اجيتونهم بقت مناسب. بالعكس على راسنا خاله حبيبتي على راسنا. اي والله. قررت اداره الفرات على ان البرنامج يستمر كل خميس الساعه 9 حتى نبقى دائما نتواصل وياكم. ان شاء الله ان شاء الله بعد قلبك. يلا مسجاد جاهزه؟ ان شاء الله بعون الله. هلا باهل الناصريه. انا مو زهره، ترى بنتي اسمها زهره، هي مريضه مشلوله عندي ومسجلت اسمها. على الراس. صحة وعافية إن شاء الله. يلا بعد راح نبلش بالمرحلة الأولى. عندنا فيها سؤالين، قيمة السؤال الواحد 50,000 دينار عراقي. نقول يا الله يا الله يا الله. السؤال يقول: من الدولة التي نظمت بطولة كأس العالم لكرة القدم عام 2022؟ البرازيل، ألمانيا، قطر. لو قطر. قطر. صح 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 صح. عفية عليك، إجابة صحيحة. صار عندك 50,000 دينار عراقي. جاوبت إلي بس بالصف الابتدائي. شلون؟ بس جاوبت إلي بالصف الابتدائي. جاي اسمع والله. جواب بس جاوبت إلي بالصف الابتدائي. ما عندي مشكلة ما شاء الله تبارك الرحمن. ما عندي مشكلة. البيت كله لمي يمه تسوي سلفه، اتفقوا على الجواب، ما عندي مشكله. مشكور. يلا. السؤال الثاني بالمرحله الاولى يقول: نادي بارما يلعب في اي دوري اوروبي؟ الايطالي، الاسباني، الفرنسي.
فرنسي؟ لا ايطالي. صح 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 صح. عافية عليك يا ام سجاد. صار عندك 100,000 دينار عراقي رايحين على المرحلة الثانية واللي بيها ايضا سؤالين بس. قيمة السؤال الواحد 100,000 دينار يعني ضعف المرحلة الأولى. إن شاء الله. يلا جاهزة بسجاد؟ إن شاء الله بعون الله. يلا يا الله. السؤال يقول مطار أورلي يقع في باريس، بروكسل، لو لندن. باريس. وين؟ باريس. صح 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 صح. عافية عليك. إجابة صحيحة وسريعة وتسجيل دخول قوي وهلا بأهل الناصرية وصار عندك 200,000 دينار عراقي. يا الله يا الله. سجاد يا الله. ها أخوي اليوم شنو العشاء؟ العشاء والله بيضة وطماطم مخلمة. خير من الله، خير من الله دعمه. أم سجاد أخوي السؤال الأخير واقع لعيون أهل الناصرية، صار عندك 300,000 دينار عراقي. يا الله مشكور مشكورين يا بعد قلبي. حياك الله يا أم سجاد. سلامنا الكل أهلنا بالناصرية، الرفاعي، سوق الشيوخ، الشطرة، بعد لا أنسى يا ولد تمام دين خوالك بالفجر على راسي. يلا اهلا وسهلا حياك الله. هلا ام سجاد. يلا شباب للمشاركه بالبرنامج ما عليك غير سوى ارسال اسمك الثلاثي على الرقم اللي يظهر اسفل الشاشه عبر برنامج التليجرام. وين الرقم؟ هذا الرقم جانا نا نا شباب على هذا الرقم فقط اسمك الثلاثي. لا تتصل لا تتعب، احنا راح نتصل. ما نريد من يمك يروح رصيد، ما نريدك تخسر، بكل الاحوال اريدك تفوز. اطينا عيني. رجعنا لكم مشاهدينا الكرام عبر شاشة الفرات الفضائية وببرنامج أجر رزق اللي يجيكم كل خميس الساعة 9 بالليل عبر شاشة الفرات. ما عدنا أحد خسران، كل ربحان، غايتنا إسعادكم والاطمئنان عليكم. أرجع وأقول للمشاركة بالبرنامج ما عليك سوى إرسال اسمك الثلاثي على الرقم اللي يظهر أسفل الشاشة عبر برنامج التليجرام. لا تتصل، لا تدز رسائل هواي، لا تخسر رصيد، إحنا اللي نخابرك، احنا اللي نريد نفوزك. عندنا متصل عبد الامير.
نعم استاذ. اهلا استاذ. اهلا ومرحبا. شلون الصحة؟ الله يحفظك. الله مشتاقين. حلو عبد الامير. نعم استاذ. نصيلي صوت التلفزيون وخلي نحكي انا وياك بالتليفون. ايه شوف قلت لك اياها موزونه شعر اسمع. ايه نصيلي صوت التلفزيون وخلي نحكي انا وياك بالتليفون. ماشي. زين الامور؟ والله الحمد لله ماشيه. حلو عجبني ايقاعك، الدخول قوي، الاكتف عالي، زين الامور لعد. شارك عبد الامير. نعم تفضل. شلونك شلون الصحة؟ والله اسال عليك استاذ مصطفى، انت وردة مال الله. الله يحفظك ويوفقك يا حبيبي. نيا محافظة بغداد. هلا هلا وكل الهلا قلنا قلب ولسان. وين بغداد؟ الله يسلمك الله يحفظك. وين بغداد عبد الامير؟ نعم. وين بغداد؟ بغداد بحي الرئاسة مقابل الشهداء العبيدي. يا اهلا وسهلا. اهلا يا بيك. اهلا وسهلا. اهلا بيك عبد الامير. نعم. موظف كاسر متقاعد والله. اه والله صار سكت من طلع التقاعد. والله صار 15 سنه ما شاء الله، طولة العمر ان شاء الله. الله يسلمك. يلا نبلش جاهز ان شاء الله. ان شاء الله. يلا قبل لا نبلش حتى يعني افهمك المسابقه ان شاء الله. احنا المسابقه مرتنا ثلاث مراحل. نعم. مرحلتين عندنا بيها كل مرحله سؤالين. تمام تمام. بس المرحله الاخيره واللي هي مرحله الوحش سؤال واحد. نعم. يلا جاهز؟ جاهز. يا الله على الخير والبركه نبدي. السؤال الله. الاول بالمرحله. نعم. الاولى يقول كم زوج من الأجنحة تمتلك النحلة؟ ثلاثة، اثنين، أربعة. اثنان. إيش قد؟ اثنان. اثنان صح 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 صح. عفية يا عبد الأمير، إجابة صحيحة. حلو حلو هذا الاسترخاء من ما تجاوب بسرعة. لا تأكد من إجابتك يلا تجاوب. نعم. شفت استاذ تمام؟ عافية عبد نعم. الأمير صار عندك 50,000 دينار عراقي. 50,000 عبد الأمير. نعم نعم استاذ. اسمك حلو. أنت نحلة والله العظيم. الله يحفظك. يلا راح نروح على السؤال الثاني بالمرحلة الأولى، والسؤال يقول نعم ما هو أبطأ حيوان على وجه الأرض؟ السلحفاء، الكسلان، الفيل. ما هو شنو السؤال؟ والله أبطأ حيوان على وجه الأرض. إيه بطيء جدا بالحركة. السلحفاء، الكسلان، الفيل. الكسلان. متأكد؟ متأكد. أثبت على الكسلان؟ أي متأكد 100%. صح 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 صح. عفية يا عبد الأمير، عفية عليك. إجابة صحيحة وانقالت بهدوء وصار عندك 100,000 دينار عراقي. عبد الامير. نعم. من يمك من البيت جاي يساعدك بالجواب؟ ها؟ من يمك من البيت يساعدك بالجواب؟ العائلة. والله 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 العائلة استاذ. زين الامور. ما عندي مشكلة، انا اريدهم يساعدوك. احكي لي اليوم العشاء شنو؟ والله العشاء دجاج وانت خابرتني شوي ويا طماطم. يعني حرمتك من الدجاج. لا والله مكانك فارغ. يا حبيبي مكانك خالي. الله يحفظك يزيد عليكم ان شاء الله ويعمر دارك يا رب. رحم الله والديك. يلا رايحين للمرحله الثانيه عندنا بيها سؤالين. قيمه السؤال الواحد
ضعف المرحلة الأولى، يعني السؤال الواحد 100,000 دينار عراقي إن شاء الله. السؤال يقول: متحف الشمع الشهير هو من عام؟ شنو؟ شنو؟ متحف الشمع الشهير هو عبد الأمير. نعم هذا سؤال واقع. نعم يلا هذا هدية من الفرات إلك. أشكرك. يلا مبروك عليك. صار عندك 200,000 دينار عراقي. الله يشكرك. سامر صغير. تمر. يلا. الله يسلمك حبيبي. رايحين للسؤال الثاني بالمرحلة الثانية. يلا. السؤال يقول: جزيرة الصنافير تقع في الخليج العربي، البحر الأحمر، بحر العرب. جزيرة الصنافير تقع في بحر العرب، جزيرة الصنافير تقع في صنافير تقع في الخليج العربي. يعني ما أدري، أحس جوجل جاي يفتر يمي، ما أدري. استاذ احمد والدي. اي براحتك سوي سيرش اخوي براحتك. النط ضعيف، النط ضعيف، اشتراكه قبل 35 مبين. البحر الاحمر استاذ. متاكد؟ ان شاء الله. عاشت ايدك، شكرا للجوجل اللي خلاك تسوي سيرش وتجيب لي الجواب. لا اشكرك. اخ يا ايوه. الله يحفظك. الله يحفظك عبد الامير. تعال 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 عين جيمي، تعال تعال ودعت شوي اخويا، تعال تفضل. عبد الامير. نعم. احنا مو الغايه تروح تسوي سيرش في الجوجل، احنا ما عندنا مشكله، عادي معلومات عامه، بس اسمعني. نعم. يعني عادي، المهم انه احنا نعرفها ونستفاد منها وغيرنا يستفاد منها، لان هي معلومات عامه. صح صح. بس النت مالك كان مو زين، سويه ب 50. صح. انه يقول لي صح. عبد الامير مبروك عليك 300,000 دينار عراقي. تحياتي لك وللعائله الكريمه والكل اهلنا بمنطقه الرئاسه. الله وياك صحه وعافيه، روح اكل دجاج وادعي لي. يلا. يا الله. يلا شباب، بعدنا مستمرين وياكم ببرنامج اجر رزق. جوائز هوايه، مشاريع هوايه، وين اوديهن عمي؟ اريد الناس كلها تفوز. نعمان. نعمان. نعم نعم استاذنا. نعم الله عليك، السلام عليكم. عليكم السلام ورحمه الله. شلون الصحه اخ نعمان؟ الله يحفظك استاذنا، اهلا بك. زين ان شاء الله. يا اهلا وسهلا بك. اتمنى ان تكون بخير. رحم الله والديك، الله يحفظك. من يا محافظه نعمان؟ بغداد. هلا، وكل الهلا قلنا قلب ولسان. وين ببغداد؟ الله يحفظك. والله الحمد لله خير ان شاء الله. وين انت؟ وين ببغداد؟ بغداد حي جنادين او المعالف. يا اهلا وسهلا. هلا باهل المعالف اللي بالبياع. الله يحفظك. اي نعم استاذنا. على راسي، معالي في البياع، الشرطه الرابعه، بعد رساله. الله يحفظك استاذنا. يا اهلا وسهلا. جاهز ان شاء الله نبلش؟ الله يحفظك. قبل لا نبلش نعمان، انت موظف لو كاسب لو تشتغل باعمال ترى يعني هيك؟ موظف. زين الامور الحمد لله. المسابقه مالتنا بيها ثلاث مراحل. اي نعم. المرحله الاولى عندنا بيها سؤالين. المرحلة الثانية عندنا فيها سؤالين. المرحلة الأخيرة واللي هو سؤال المشروع سؤال واحد بس، هذا السؤال يعني حتى جوجل ما يعرفه، يعني صعب حيل. نعم. جاهز إن شاء الله؟ جاهز إن شاء الله. راح نبلش بالمرحلة الأولى. قيمة السؤال الواحد بالمرحلة الأولى 50,000 دينار عراقي. على الخير والبركة وبسم الله. السؤال يقول: أكمل اسم مسرحية شكسبير الشهيرة. تأجر البندقية، الفحم، الخيل، تأجر. هذا كتاب جاب لي اياه تمام. أيوة.
تاجر البندقية لو الفحم لو الخيل. تاجر البندقية؟ ايه هذا شكسبير. تاجر بندقية. ها؟ يعني العبد الاستاذ ايش رايك بهالسؤال هذا؟ ما بستم عليك. ايش رايك؟ علاقتين. ايش رايك؟ عفوا عفوا. تاجر البندقية الفحم والخيل ها. ايه. تاجر بندقية هو. ايه هو لو مسرحية إله. لا لا البندقية تاجر البندقية صح نعمان يلا تعال عافية عليك صح 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 صار عندك 50,000 دينار عراقي بس قبل ان نعبر هذه المعلومة تاجر البندقية مسرحية الويليام شكسبير اسمها تاجر البندقية تمام صحيح يلا عافية عليك صار عندك 50,000 دينار عراقي رايحين للسؤال الثاني بالمرحلة الأولى السؤال يقول أحد هؤلاء كان ملكا على العراقية المفروض الملك عاصم الملك غازي الملك باسم الملك نعمان غازي. حبيبي اسمعني نعمان اسمعني من التليفون وعقف التلفزيون نعمان اسمعني من التليفون وعقف التلفزيون لا لا نعمان عقف التلفزيون واسمعني من التليفون شنو جواب نعمان الملك غازي صح 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 عافية عليك صار لا. عندك 100,000 دينار عراقي رايحين للمرحلة الثانية أيضا عندنا بها سؤالين بس قيمة السؤال الواحد هنا راح يكون 100,000 دينار عراقي يعني ضعف المرحلة الأولى تمام نعمان؟ نعم أستاذ يلا يا الله السؤال يقول كانت اسطنبول التي تقع في تركيا تسمى قديما بمدينة الضباب نعم. الوردية نعم. القسطنطينية نعمان اي نعم وياك استنى القسطنطينية متأكد من الجواب والله استاذي اكيد تقريبا نعم صح 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 عافية عليك صار عندك 200,000 دينار عراقي نعمان الله يحفظك سامي الله يعزك ويسلمك نعمان انا عم سادة انت متزوج اكيد وياك اسمعك اقول لك انت متزوج اكيد اي نعم الحمد لله خير وبركة ابو من ابو محمد ايش قد عمره عمره تقريبا 20 سنة سامي 20 سنة يعني احنا على قولة تهنى بريعان شبابه يحفظه لك ان شاء الله يا رب الله يحفظك سامي هذا السؤال الأخير واقع لعيون محمد ومبروك عليك وعلى محمد وسلمنا عليه وإن شاء الله يا ربي تشوفه يعني مكسر الدنيا بشهادته مبروك عليك 300,000 دينار عراقي يا نعمان أبو محمد وحياك الله نورتنا إذا مشاهدينا الكرام وين الجيمي يلا إذا مشاهدينا الكرام فاصل قصير وبعد راجعين حتى نكمل مشوار حلقة اليوم من برنامج هجر رزق كل يوم الشمس طلعتها من زيتها ويا كل صباح جديد ينولد التفاؤل بالأمل وانتظار الأجمل وتنبض الحياة بالشوارع والمدن بالنشاط من بوابة العراق الحضارية من مدينة أور السياحية في محافظة ذيقار كل المسارح العالمية هي ذات أصول سومرية
نعم المحافظ شلون يعني شلون تعاملها وياكم؟ ونعم منا المحافظ العاملين بالمحافظة دارة الإعمار. ونعم منا أستاذ ما مقصر حتى بالسلم. عشان ريحة حالاتك وانت عني بعيد وتخيل جمال الناس مو مثلك بجد ما أحبك ودرقي ضحك البيت. رجعنا لكم مشاهدينا الكرام اينما تشاهدون منين ما تشوفونا يعني من البصره من الناصريه من الكوت تمام ما يقبل يقول قول واسط واسط تؤمر من بغداد من شمال العراق على العين وعلى الراس جوائزنا هوايه ومشاريعنا هوايه اريد الكل يفوز ما اريد احد يطلع منا زعلان وخسره يلا للمشاركه بالبرنامج ما عليك سوى ارسال اسمك الثلاثي على الرقم اللي راح يظهر اسفل الشاشه. ما ننسى اكيد عبر برنامج التليجرام. عندنا متصل. اياد. نعم الو. يا اهلا وسهلا. السلام عليكم استاذ. وعليكم السلام ورحمه الله، شلونك استاذ اياد؟ الله يسلمك، اياد خليل ماضي محافظه بابل. والله والنعم. والله والنعم. والنعم من اصلك. هلا وكل الهلا قلنا قلب ولسان، وين ببابل؟ بابل محافظ بابل قرية عنانة صف الآثار. حياك الله، حياك الله، أهلا وسهلا. وبيك أستاذ. شلون الأمور ببابل؟ احكي لنا. الحمد لله الوضع صحة وعافية وتمام والحمد لله والشكر. ألف الحمد لله والشكر، الله يسعدكم إن شاء الله دنيا وآخرة. الله يديم هاي النعمة علينا وعلى الجميع إن شاء الله. آمين يا رب العرش العظيم. اليوم شنو كان العشاء احكي لي؟ والله اليوم العشاء عندنا شوية مرق بانية وتمن ودجاجة. خير من الله. الله يزيد عليكم صحة وعافية. مكانك فارغ أستاذ مصطفى والله. في دول عمرك أستاذ اياد الغالي. الله يخليك. جاهز أستاذ اياد؟ إن شاء الله إن شاء الله. يلا إن شاء الله، قبل لا نبلش. موظف كاسب تشتغل احكي لي. والله انا كاسب. يلا ان شاء الله كاسب محبة الناس يا رب. الله يوفقك رحم الله والديك. يلا خلينا نفوت بالمسابقة، انا اليوم اريد افوزك ان شاء الله. يلا راح نروح بالمرحلة الاولى، عندنا بها سؤالين قيمة السؤال الواحد 50,000 دينار عراقي. جاهز يا ايات؟ ان شاء الله جاهز. يلا يا الله. السؤال الاول بالمرحلة الاولى يقول ما هو الحيوان الذي يعد رمزا لاستراليا؟ الكنغر، الفهد، المأموث. الكنغر. صح 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 صح. عفية عليك يا اياد، اجابة صحيحة وسريعة وتسجيل دخول قوي. عفية بهل بابل، هلا بايات. الله يسعدكم يا رب. يلا يا ويلي والله الله يسعدهم ان شاء الله. يلا اياد خليكم بهذا الحماس اياد ان شاء الله. السؤال الثاني بالمرحله الاولى يقول كم تستغرق الارض في دورانها حول الشمس؟ 300 يوم، 365 يوم، 400 يوم. 300 ايه وش قد؟ 365. صح 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 صح. عافية عليك يا ايات.
365 يوم. منو ساعدك بالبيت؟ منو قال لك بالجواب؟ تعال قل لي. والله انا الحمد لله عندي معلومات وجهالي هم وياي. زين الامور؟ زين. اي والله عندنا بنيتنا ويانا بالخامس هم رحمه الله. ما شاء الله تبارك الرحمن، الله يوفقك ان شاء الله ويحفظها لك يا رب. الله يوفقك استاذ مصطفى ورحم الله والديك. هسه صار عندك يا عياد 100,000 دينار عراقي. خليك بهذا الجو، خليك بهذا الايقاع، خليك بهذا الحماس حتى تطلع من هنا ان شاء الله سعيد، تمام؟ نعم. رايحين للمرحلة الثانية، عندنا بها ايضا سؤالين، قيمة السؤال الواحد 100,000 دينار عراقي، يعني ضعف المرحلة الأولى. نعم. يا الله. يلا اياد. نعم. السؤال الأول بالمرحلة الثانية يقول: رواية البؤساء هي من تأليف ماركيز فيكتور هيمونغواي. صارت عركة بحلقي. هيمونغواي. ها. بيها شوية مساعدة. أنا أقول خير الأمور أوسطها، وأنت بعد بكيفك. فيكتور هيكو. شنو؟ فيكتور هيكو. ايه صحيح. عفية عليك يا عياد. صح 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 صح. عفية عليك عياد. جودك استاذ. الله يحفظك عياد. خلي ولدك جاول حسين. الله يسلمك. احنا ما عندنا احد يطلع منا خسران. احنا غايتنا المعلومة ونفرحكم بس. موفقين ان شاء الله. موفقين استاذ. الله يوفق الجميع على الخير يا رب دائما. والله واجد. يلا تعرف ايش قصة عندك؟ وراك ما ادري والله. صار عندك 200,000 دينار عراقي. يلا اياد رايحين للسؤال الثاني بالمرحلة الثانية واللي قيمته ايضا 100,000 دينار عراقي. نعم. السؤال يقول: ما هو متوسط عمر خلايا الدم الحمراء في أجسامنا؟ 120 يوم، 100 يوم، 150 يوم. ها ياد. نعم، ما هو متوسط عمر الخلايا الدم؟ خيارات؟ هذه خيارات ثلاثة. إيه؟ خيارات تقول اسمع. 120 يوم لو 100 يوم لو 150 يوم. المتعدد. ذات 120. صح 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 صح. عفية عليك يا آيات. عفية عليك يا آيات. الله يوفقك. مبروك عليك ال 300,000 دينار عراقي اياد. نعم استاذ. عم الله عليك حبيبي. نروح السؤال المشروع لو تاخذ ال 300 وتنسحب. لا والله انسحب عندي شويه مريضه يفيدني. صحه وعافيه ان شاء الله. مبروك عليك ال 300. تحياتنا لك والكل اهلنا بمحافظه بابل واشرقت وانورت يا مليون هلا يا اياد. اهلا وسهلا. الله يوفقك استاذ. الله يوفقك. الله يوفقك جميعا. الله يوفقك. حياك الله. الله يوفقك. صراحة اياد اليوم يعني ايقاع الحلقة. عائلته تجنن، الله يحفظهم ان شاء الله يا رب. الحماس كان عالي. يعني متساعدين بيناتهم وبالتالي فازوا. عندنا متصل. تأمر استاذ تمام. للمشاركة بالبرنامج ما عليك غير سوى ارسال اسمك الثلاثي وين؟ على الرقم اللي راح يظهر اسفل الشاشة هنا. أنا باعوا هذا. وين الرقم عيني؟ اعطونا الرقم يا به. عافية عليكم. هنا أنا. عبر برنامج التليجرام، مو تروح للانستغرام بالفيسبوك بالواتساب، تليجرام بس دز اسمك الثلاثي. لا تتصل، لا تدز رسائل هواية، احنا نتصل حبيبي، ما نريدك تخسر. تمام؟ يا الله. عندنا متصل عمي. شباب الو. مرتضى. نعم
السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله. الرضاوي شلونك حبيبي؟ شلون صحة؟ الحمد لله زين إن شاء الله. الحمد لله. شلون أخبارك؟ الله يحفظك ويوفقك. أنا بخير إذا أنت بخير. الحمد لله. البصرة كلها تسلم عليك عمي. أوقف 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 أوقف. هلا وكل الهلا قلنا قلب وإنسان. الله. أنا قطع عن أفراد. هلا بأهل البصرة. هلا بالعشار. هلا بالخمس ميل. هلا بالجزائر. هلا بالمعقل. هلا بالهارثي. هلا بالفاو. هيك يوقن وحدكم على راسي وافتر بيكم. عم انت على راسنا يمتى ما تجي بصمة مفتوحة لك. هلا هلا وكل الهلا. هلا بأهل البصرة. اعزاز وتخبلون ومعزبين واهل ملقى واهل كرام واهل خير. واجبنا هذا. احنا دائما نقول البصرة هي محافظة العراق الاقتصادية، فبالتالي تستاهل كل شيء حلو. نعم. شلون هالبصرة هالايام احكي لي. الحمد لله البصرة بخير. انت وين بالبصرة؟ انا ضبط خصيب. هلا هلا وكل الهلا. يلا جاهز ان شاء الله؟ حبيبي جاهز. على الراس على الراس. يلا رحلك. راح نبلش بالمرحلة الأولى. المرحلة الأولى عندنا بيها سؤالين، قيمة السؤال الواحد 50,000 دينار عراقي. نعم. السؤال الأول بالمرحلة الأولى يقول: ما اسم فريق كرة قدم الذي يعرف بالشيطان الأحمر أو الشياطين الحمر؟ مانشستر يونايتد. مانشستر سيتي. مانشستر يونايتد. منو؟ مانشستر سيتي. لا شياطين الحمر. مانشستر يونايتد. عفو. صح صح. عفية عليك يا ابن البصرة. إجابة صحيحة وسريعة. بعدني حتى ما مكمل الاختيارات. عفية عليك. صار عندك 50,000 دينار عراقي. يا الله الله. هذا السؤال منطقتك وقريب. نعم. عليك. نعم. ولازم تجاوبه. لازم. نادي عراقي لكرة القدم يلقب بالسفانة كربلاء الشرطة الميناء. ميناء. صح 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 صح. عفية عليك يا ابن البصرة. صار عندك 100,000 دينار عراقي. هسه تعال احكي لي. يا الله. نعم. انت شلونك بالرياضة يعني بصورة عامة؟ زين تمام. زين. بالدوري العراقي شو شجع؟ اكيد طلبة. طلبة. اللي عفوا الميناء. تعال لقفتك. باو انت شجع الطلبة. بس اذا لعبت بس اذا لعبت الطلبة ويا الميناء راح اشجع الميناء اكيد يعني غير؟ اكيد. اي شفت. يلا تحياتنا اكيد. تحياتنا لكل يعني دورينا العراقي. حلو حلو نشجع يعني. انا امانه الله انا احب كره القدم ومن تصير لعبات اروح، بس امانه الله ما اشجع. جماعتي يقولوا لي انت ما عندك هويه. سمعني. الرياضه بطلقها حلوه. جماعتي يقولوا لي انت ما عندك هويه بالرياضه لان ما اشجع واحد يعني. اذا تلعب الشرطه والزهراء اشجعهم اثنينهم. من الطرف وين؟ اي والله يعني ما ادري هيك. يلا رايحين للمرحله الثانيه عندنا بها سؤالين ايضا. السؤال الاول قيمته 100,000 دينار عراقي، والسؤال الثاني ايضا قيمته 100,000 دينار عراقي. تمام؟ تمام. هذا السؤال راح اوقعه، واقع العيون اهل البصره. فدوا اروح لك. صار عندك 200,000 دينار عراقي، راضي عليه؟ يا الله يا الله. اللهم صل على محمد. اللهم صل على محمد. يعمرون يدللون اهل البصره. فدوا اروح لك داد. يلا. السؤال الثاني بالمرحله الثانيه يقول: ما هو الكوكب صارت عركب حلقي. يلا. ما هو الكوكب الذي يسمى بالكوكب الاحمر؟ زحل، المريخ، بلوتو. زحل. ها والمريخ ينزل نغمات. المريخ. المريخ. قولها صح. يلا قولها حيل. المريخ. عافية عليك. صح 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 صح. يا الله مبروك عليك 300,000 دينار عراقي. اللهم صل على محمد. تحياتنا لك. وفقكم.
حبيب استاذ. وكل اهلنا بمحافظة البصرة العزيزة. الله يديك، الله يوفقكم ويحفظكم. الله يسعدك. احكي لي، تعال قبل لا تروح. الو، مشتغل بيك ترى. وينك؟ اخ عزيز، انا بالبصرة. ايه ايه احكي لي احكي لي. نعم. ايه متزوج ولا لا؟ نعم متزوج. ايش قد عندك اطفال؟ عندي اطفال اثنين، حسن ومهيمن. ما شاء الله تبارك الرحمن، الله يحفظهم لك يا رب. اعمارهم ايش قد؟ واحد عمره 6 وثاني عمره 8 اشهر. ما شاء الله تبارك الرحمن. يلا ما ارضي اطول عليك، خاف ترجع تتعشى، يمكن مبين بقومك من السفراني. لا وين؟ عندنا عفوا، عندنا حفله وطالب بها، احنا صديقتنا صديقنا عفوا. يلا لعد، الله يسعدكم، مبروك عليك ال 300 الف دينار عراقي، تحياتنا لك والكل اهلنا بمحافظه البصره العزيزه. القناه الفرات وعلى راسي. يا مليون هلا، حياك الله. شكرا. الله وياك، حياك الله، الله وياك. اذا تعال جيمي، تعال تعبتني. وصلنا لكم الختام حلقه اليوم من برنامج اجر الرزق، شكرا لكل الناس اللي شاركوني هذه الحلقه، شكرا لمكسر القياده والاخراج. تمام، هذه صوتنا النقي كان على يد احمد مولى وعلاء. علاء سيدي اطلع خطيه. يلا الى ذلك الحين، تقبلوا تحياتي انا مصطفى داخل، في امان الله.